بدا ثوار تشرين إجراءات تصعيدية في حملة يحضر لها منذ أيام ردا على تسويف الحكومة مطالب المتظاهرين ورفضا لتمرير حكومة مصطفى الكاظمي التي وصفوها بحكومة المحاصصة والأحزاب والميليشيات، مرددين هتافات تؤكد أن ثورة تشرين مستمرة حتى تحقيق أهدافها. اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين والتي رفضت حكومة الكاظمي جملة وتفصيلا أكدت أن تمرير الحكومة يعد استهانة بإرادة الشعب العراقي وإمعانا في تكرار التجارب الفاشلة التي جرت البلد إلى الهاوية. هيئات علماء المسلمين في العراق أكدت أن حكومة الكاظمي لا تختلف عن سابقاتها من حكومات العملية السياسية التي فرضها الاحتلال، وأن مصيرها الإخفاق في ظل هيمنة الميليشيات الموالية لإيران على القرار العراقي والتحكم بمفاصل مؤسسات الدولة، وأنها مررت بعد اتفاق أمريكي إيراني على استمرار العملية السياسية على وفق رؤية تحقيق أهداف الدولتين وتأمين مصالحهما على حساب العراق والعراقيين. وهذا ما أكدته الصحافة الفرنسية أن حكومة الكاظمي شكلت على وفق مبدأ المحاصصة ولم تحدث فرقا، مستبعدة حدوث تغيير كبير في العراق مع تمرير حكومة الكاظمي. أما اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي فقد وصفت تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة بأنه صفقة أمريكية إيرانية، وأن تشكيلة الوزارية ظهرت ناقصة كسابقاتها بسبب المحاصصة الطائفية، وأظهر صراعات الأحزاب الفاسدة على المناصب والمكاسب. الكاظمي الذي وصفته صحيفة لوفيغارو الفرنسية بالجاسوس والمدعوم من الولايات المتحدة سيقود حكومة ناقصة في ظل النظام السياسي الحالي الذي لن يمنح الفرصة للبلد لتحقيق أي نجاح أو تقدم بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية. المعتصمون في ساحة التحرير قالوا إنهم يكتبون وصايا استشهادهم قبيل استئناف التظاهرات التي وصفوها بالمصيرية بعد تجاهل مطالبهم المشروعة ومواجهتها بشتى أنواع القمع والتشويه على يد الميليشيات وتحت مرى ومسمع من السلطات الحكومية. وأكدوا أنهم ماضون في تظاهرات ثورة تشرين حتى إنهاء نظام المحاصصة الطائفية وسلطة الأحزاب الحاكمة.